بتاعته. ايه الفايده بالنسبه لمؤسسات اقتصاديه؟ تسلا على سبيل المثال، مورجان ستانلي بنك استثمار كبير في الولايات المتحده الامريكيه، ماستر كارد اللي هم بتوع الكروت. ايه الفكره في ان هم يبداوا يستثمروا او يفتحوا باب للتعامل في العملات دي؟ خلينا نلخص الاسباب في 4 اسباب رئيسيه مبدئيا علشان نقول ليه الناس دلوقتي بدات تتجه الى هذا الاتجاه او المستثمرين بداوا الاتجاه ده. اولا طبعا كل اللي بيحصل من بطاله وركود في العالم بسبب احداث الكورونا وبسبب اللي حصل ده كله ادى الى ان طبعا سعر الفايده في البنوك كله بيدور على موارد جديده يقارب الصفر، فكله بيدور على استثمارات جديده بره صندوق زي ما بنسميها كده تقدر تجيب عائد عالي. فده سبب. السبب الثاني هو ان في بعض الدول بدات تقر حاله اسمها التحفيزات النقديه، او اللي هي زي ما بنقول بداوا يطبعوا اموال اكتر علشان يقدروا يواجهوا الركود الاقتصادي، فبدا ده يؤدي الى ان يحصل نوع من انواع الانكريزنج في الانفليشن او التضخم، فده ادى برضو الى ان الناس بدات تفكر في جهات تانية للاستثمار مع انخفاض الاسعار الدولار والذهب، فده كله بيؤدي لده. الحاجه الثانيه هي ندره العمله بتاعه البيتكوين، يعني العمله بتاعه البيتكوين من يوم ما صدرت خالص واحنا عارفين ان هي 21 مليون عمله فقط، اللي صدر منها حتى الان هو 18.5 مليون عمله. معلش يعني ثانيه واحده، يعني هو هيوصل ل 21 ويقف بالظبط. طب هو مين وليه وصل وليه حدد رقم 21 مش 2 ولا 5 ولا يعني ولا 30 ليه يعني؟ طيب هو الموضوع عشان ما نعقدوش يعني الموضوع ببساطه شديده ان اتفضل يا فندم. حاضر. التكنولوجيا نفسها اللي قايمه عليها البيتكوين او العمله، هو فكره العمله بتاعت البيتكوين جايه من ايه؟ هو حب لما اللي هو ساتوشي ناكاموتو يعني لما اصدر الورقه دي قال يا جماعه احنا كناس بنتعامل عبر الانترنت دلوقتي مش محتاجين البنوك علشان تكون جهه مصدره للاموال او رقيبه على الاموال اللي بتتعامل. بالظبط كده. فبدا يصدر هذا الفكر اللي هو ان احنا نتعامل بعمله رقميه. طيب علشان انت تستبدل العمله الرسميه انا النهارده هتاكد ازاي من ان الطرف اللي قدامي فعلا حقيقي واقدر استبدل معاه العمله في اطار بتقيمها بالعمله الرسميه. كانت العمله هي الاساس في الاثبات. تاني حاجه البنك كان الجهه الموثقه ان انا اقدر اضمن التعامل اللي انا بعمله او اقدر اضمن العمليه اللي انا بعملها انها بتتم في اطار صحيح، ان انا هاخد فلوسي او هاخد بضاعة أو أخد المنتج اللي أنا هاخده قصاد الفلوس اللي أنا بدفعها. وبناء عليه لما بشيل البنوك من المعادلة فأنا محتاج طرف ثالث يؤكد صحة المعلومات اللي أنا بشتغل بيها. بالظبط. فهنا جت التكنولوجيا بتاعة الديستريبيوتد ليدجر. طب ليه 21 مليون بقى؟ ده علشان حجم البلوك تشين نفسها مع المعادلة اللي هو حاططها بتشيل الحجم ده، فما تقدرش تشيل أكتر من كده. طب احنا دلوقتي ده انت من اي واحد من الفريقين؟ فريق انه دي اللي بيقول انها بالونه هتفرقع، ولا انه ده مقدمه لتغيير على المستوى الاقتصادي والمالي في العالم في المستقبل؟ ده سؤال صعب جدا. طيب خلينا نقول ان اللي بيحصل دلوقتي ده كله بيودي في اتجاه المستثمرين اللي داخلين في هذه المعادله او المعامله. يعني النهاردة لما لاقي أن تسلا بتخش في هذه المنشأة أو فكرة، وماستر كارد وأوبر وفيزا ونيو بانك بدأ يفكر أنه هو يعمل، ومش عارف باي بال دخلت، والنهاردة مثلا جوجوليان بارتنرز بتقول ده العملة هتوصل ل600,000 دولار. الناس دي لما بتقول الكلام ده احنا النهاردة طيب تعالى نبص لها من شكل تاني، هو أنا من شهر ديسمبر لحد النهاردة أنتكت كام كوين؟ يعني احنا يوميا بيطلع حوالي 900 بس. ما هو نفس المؤسسات الماليه، مش بتكلم هنا عن مؤسسات اللي هي انشطه تانية، بس ما هو نفس المؤسسات الماليه الكبيره دي اللي اشتغلت في لحظه من اللحظات في 2005 و6 و7 و8 هي اللي ادت لانهيار كبير في الاقتصاد الامريكي وبالتالي في العالم. فمش شرط ان كل تصوراتهم عن المستقبل تبقى صحيحه، ولا انا غلطان؟ هو بالظبط كلام حضرتك مظبوط، بس هي الفكره ان هو لما بيعلي السعر قوي كده هو خلي بالك ان هو مشارك في ان هو اشترى، هو بيشتري من السوق.
وكل ما السعر بيزيد هو يقدر لما يبيع هيكسب ربحية أكتر. وزي ما قلت لك، هو اللي بيحصل في العالم من حالة ركود دلوقتي بسبب الكورونا مخلي الناس بتدور على استثمارات سريعة مناسبة تقدر تجني منها أرباح. يعني ده يعتبر مكسب، مكسب مرتبط بظرف، ممكن مع انتهاء الظرف ينتهي الموضوع ده كله. ده أكيد، أصل هي مش عملة برضو يا دكتور شريف. يعني هي الفكرة كلها، أنت لو جيت بسيط، هو أنا النهاردة بنزل أتعامل بعملة بالزبط. بيتكوين فعليا على أرض الواقع كلام. الإجابة لا، هي كوموديتي أو أصل أنا ابتديت أتعامل معاه لأنها ذهب بحتفظ فيه بقيمة علشان القيمة دي تزيد فأبدأ أخد منها.